السلام عليكم ورحمة الله. المحاضرة الماضية آخر إشي كنا نحكي في هذه السلايد، كنا نحكي عن السوبر كلاس كونستراكتر، كيف يتم استدعائه من في السب كلاس كونستراكتر. هون النوت اللي بدنا نذكر فيها مرة ثانية، سوبر كلاس كونستراكتر is always invoked، يعني إيش؟ الكونستراكتر اللي موجود في السوبر كلاس سيتم استدعائه دائما. A constructor may invoke، يعني شو يعني هاي؟ بس تفسيرها أعيده، المرة الماضية كنا نحكي فيه. A constructor may invoke an overloaded constructor or its superclasses constructor if none of them is invoked explicitly. The compiler puts super as the first statement in the constructor. For example هون. يعني شو معناها أول إشي؟ هاي وضح معنى هذا المكتوب هون، إنه الكونستراكتر اللي في سب كلاس راح يستدعي في اول امر له يا اما الاوفرلودد كونستراكتور من الكلاس نفسها اللي هو موجود فيها، او السوبر كلاس كونستراكتور. فاول امر سيتم استدعائه في الكونستراكتور بتاع السب كلاس اما الاوفرلودد كونستراكتور من الكلاس نفسها او السوبر كلاس كونستراكتور. اذا ولا واحد منهم تم استدعائه بشكل صريح، الكومبايلر بضيف كلمه سوبر بشكل اوتوماتيكي على كأول امر في السب كلاس كونستراكتور. يعني مثال على هذا الكلام، لو عندي كلاس A موجود فيها كونستراكتور A، هذا الكونستراكتور هو مكافئ لهاي الصيغة لوجود كلمة سوبر. فسواء كانت كلمة سوبر موجودة بشكل صريح او مش موجودة، هي نفس الشيء. يعني الكومبايلر اوتوماتيكيا بيفترض انه هذا الامر موجود. نفس الاشي هون، لو كان عندي constructor اللي بarguments، اول امر راح يكون موجود في استدعاء الconstructor تاع السوبر كلاس، سواء هذا الامر كان مكتوب او مش مكتوب، ضمنيا الكومبايلر بيعتبره كأنه موجود. اوكي، الكيورد سوبر ممكن نستخدمها لاستدعاء السوبر كلاس constructor زي ما شفنا هنا. سوبر هيك بيستدعي الconstructor تاع السوبر كلاس اللي بدون arguments، وإذا بدي أستدعي السوبر كلاس كونستراكتر اللي بارجومنتس بضيف هنا arguments بحسب عدد الباراميترز والأنواع تاعتها طبعا. والأمر الثاني اللي بإمكان نستخدم الكيورد سوبر اللي هو استدعاء method موجود في السوبر كلاس. إذا في عندي method موجود في السوبر كلاس وبدي أستدعيه من السب كلاس، بإمكاني أستخدم كلمة سوبر تسبقه كلمة سوبر وبعدها نقطة واسم الميثود. طبعا هاي بنحتاجها اكثر اشي لما يكون عندي ميثود بنفس الاسم موجود في السوبر كلاس وفي السب كلاس، عشان اميز بيناتهم بستخدم كلمة سوبر لتحديد انه المقصود من الاستدعاء اللي هو الميثود اللي موجود في السوبر كلاس. تحذير هنا، انتباه لبعض الامور اللي بننتبه لها. You must use the keyword super to call the super class constructor. يعني السوبر كلاس كونستراكتور استدعائه يتم من خلال كلمة سوبر ليس باسمه، لازم نستخدم كلمة سوبر لهذا الغرض. Invoking a super class constructor's name in a subclass causes a syntax error. يعني إذا حاولنا نستدعي السوبر كلاس كونستراكتور باسمه بيعمل syntax error. Java requires that the statement that uses the keyword super appear first in the constructor. يعني بحكينا انه اول امر في السب كلاس كونستراكتور لازم يكون اللي هو استدعاء السوبر كلاس كونستراكتور زي ما شفنا في السلايد السابق. هنا هذا المثال بورجيني التسلسل اللي بيتم تنفيذ الكونستراكتورز فيه. لو كان عندي كلاس اسمها فاكولتي، فاكولتي يعني المقصود فيها اللي هو محاضر extends employee، وكلاس اسمها employee extends person، وكلاس person. فلو أنشأنا هنا كائن من الكلاس فاكولتي، طبعا فاكولتي extends employee، نتذكر employee extends person. لأن لما ننشئ كائن من الكلاس فاكولتي طبعا شو راح يعمل؟ راح يستدعي الكونستراكتور تاع فاكولتي. احنا كنا في السب كلاس لأنها فاكولتي سب كلاس من employee، أول أمر راح يكون بشكل ضمني استدعاء السوبر كلاس كونستراكتور. السوبر كلاس كونستراكتور هنا أول أمر فيه راح يكون إما
استدعاء الاوفرلودد كونستراكتر او استدعاء السوبر كلاس كونستراكتر. طبعا لانه هون بشكل صريح عندنا باستخدام this keyword اللي شفناها في التشابترز السابقه, this keyword تستدعي الاوفرلودد كونستراكتر اللي هو هذا, تمام. لان هون في هذا الكونستراكتر راح يكون اول امر بشكل ضمني سواء كان ضمنيا او صريح راح يكون استدعاء السوبر كلاس كونستراكتر, فراح يجي وين هون راح ينفذ. هنا اول امر راح يتم تنفيذه هذا, بعدين برجع بنفذ هذا الامر, بعدين برجع بنفذ هذا الامر, بعدين برجع بنفذ هذا الامر, بعدين خلص. اذا التسلسل طلع انشأنا احنا اوبجكت من الكلاس فاكولتي, فبنعرف انه راح يستدعي الكونستراكتر رغم انه هذا الامر اول امر في او هذا الميثود اول واحد راح يتم استدعائه, لانه هذا الامر اخر امر راح يتم تنفيذه, لانه في عندنا اوامر هون موجوده ضمنيا مش مبينه راح يتم استدعائها, تمام. لان السلايدز هاي بتورجيني التسلسل التنفيذ لما انشانا اوبجكت من النيو فاكولتي استدعى لنا الكونستراكتر تاعها. طبعا زي ما بنعرف انه في الكونستراكتر تاع السب كلاس راح يكون اول امر استدعاء السوبر كلاس راح يجي هون, اوكي. هون اول امر راح يكون اما استدعاء الاوفرلودد كونستراكتر, طبعا لانه في عندي استدعاء للاوفرلودد كونستراكتر باستخدام الديس كيورد راح يجي هون, راح يجي على هذه, تمام. هون اول امر راح يكون استدعاء السوبر كلاس كونستراكتر, اجي على السوبر كلاس كونستراكتر راح ينفذ الامر برنت ال ان هذا, خلص. راح ينفذ الامر برنت ال ان هذا, خلص. راح ينفذ برنت ال ان هذا, خلص. راح ينفذ برنت ال ان هذه. فهذا البرنامج لو شغلناه راح يطبع لنا هذه العباره اول شيء, بعدين هذه, بعدين هذه, بعدين هذه, اوكي. لان هنا تيست بس, يعني بحكي لنا شو الايرور اللي موجود في الكود التالي. خلينا نتفحص الكود بدايه عشان نعرف شو الايرور اللي فيه. في عندنا كلاس ابل extends fruit, فاضي على الكلاس ما فيش فيها معرف اشي. طبعا اي كلاس بتم تعريفها اذا ما فيها constructors الكومبايلر بشكل اوتوماتيكي بيعمل no argument constructor, يعني فهون هاي الكلاس مزبوط مبين فاضي بس ضمنيا موجود فيها no argument constructor. لان كلاس apple extends fruit موجود فيها constructor له arguments, ما فيها constructor without arguments. لان بنعرف احنا انه في السب كلاس قبل, طبعا سب كلاس فروت سوبر كلاس, في السب كلاس لما انشئ اوبجكت من الكلاس ابل راح يستدعي النو ارجمنت كونستراكتور اللي هو مش مكتوب بس ضمنيا موجود, واول امر في السب كلاس كونستراكتور راح يكون استدعاء النو ارجمنت كونستراكتور للسوبر كلاس. هسه السوبر كلاس فروت مش موجود فيها نو ارجمنت كونستراكتور, عشان هيك في ايرور. يعني راح الاقي هنا لو بدي انشئ اوبجكت من الكلاس ابل راح يروح يدور على النو ارجمنت كونستراكتور فروت مش موجود, فبيعطينا ايرور, عشان هيك هذا الكود فيه ايرور. كيف نعرف سب كلاس؟ طبعا لما نعرف سب كلاس نعرف انه السب كلاس انهيرتس فروم ا سوبر كلاس, طبعا بالإضافة إلى الانهيرتد اتريبيوتس والانهيرتد ميثودز بإمكاننا نعرف اتريبيوتس وميثودز جديدة, زي مثلا ما شفنا في الكلاس سيركل مع جيومتريك شيب. جيومتريك شيب موجود فيها اتريبيوتس أو بروبرتيز, ضفنا عليهن راديوس في السيركل, ضفنا عليهن لينكث ويدث في الريكتانجل, تمام. ممكن نعرف ميثودز جديدة إضافية للي ورثناها, وممكن نعمل اوفر رايدنج للميثودز اللي موجود في السوبر كلاس. شو يعني overriding؟ يعني اذا في عندي ميثود موجود في سوبر كلاس ولما اجيت انا اعرف السب كلاس لقيت انه الفانكشناليتي الوظيفة اللي بقدم لي اياها الميثود اللي في السوبر كلاس غير كافي او لا تعبر عن الحاجة الحالية الي, ممكن اعيد تعريف الميثود مرة ثانية في السب كلاس وأعرف له الوظيفة الجديدة. هذا إعادة التعريف بنسميها method overriding. فالmethod overriding اللي هي عملية من خلالها يتم إعادة تعريف method في subclass هو أصلا معرف في superclass, فالتعريف الجديد بلغي التعريف القديم, عشان هيك بنسمي overriding أو cancellation للfunctionality الموروثة من superclass. طبعا اذا في عندي ميثود موجود في السوبر كلاس وبدي استدعيه في السب كلاس بامكاني استخدم
السوبر كيورد زي ما حكينا عنها قبل شوي. مثال عليه هون مثلا استدعينا الميثود اسمه get date created اللي معرف في السوبر كلاس اللي جيومتريك اوبجكت، استدعيناه في الداخل السيركل باستخدام سوبر نقطة اسم الميثود. اذا عشان تستدعي ميثود في معرف في السوبر كلاس تستدعيه من داخل السب كلاس بامكاننا نستخدم الكيورد سوبر. اذا سوبر كيورد هاي لها استخدامين، الاستخدام الاول لاستدعاء الكونستراكتور تاع السوبر كلاس، الاستخدام الثاني لاستدعاء ميثود معرف في سوبر كلاس بالصيغة هذه، استخدامه بيكون كلمة سوبر نقطة اسم الميثود. لان الميثودز اللي معرفة في السوبر كلاس ممكن نعملها overriding. شو يعني overriding؟ نعيد تعريفها بوظيفة جديدة. فمثلا في الكلاس geometric object او geometric shape بغض النظر عن الاسم مش مهم كثير، في الكلاس geometric object في عنا ميثود اسمه toString. لان هذا الميثود ايش كان وظيفته؟ يعطينا string description of the geometric object. لان لما اجينا على الكلاس circle اللي هي extend geometric object لقينا انه toString اللي ورثناه من geometric object التفاصيل اللي موجودة فيه غير كافية للتعبير عن circle object، لانه circle geometric object مثلا ما له radius، circle لها radius. فانا هنا بإمكاني أعمل إعادة تعريف للميثود toString وأضيف عليه التفاصيل الجديدة هذه اللي هي radius، وأستخدم اللي ورثناه من فوق أو عفوا استخدم اللي معرف في السوبر كلاس. فهنا عندي صار toString ميثود اثنين منه نسختين، النسخة الجديدة والنسخة القديمة. النسخة الجديدة هاي بالنسبة للcircle objects overrides cancels النسخة القديمة. طيب اذا بدي استخدم النسخة القديمة في السب كلاس بستخدم كلمة سوبر. هون كلمة سوبر دوت toString استدعي toString ميثود اللي موجود في السوبر كلاس وضيف عليه التفاصيل هذه. الان هون لما انشئ اوبجكت من الكلاس سيركل، لنفرض انشأنا اوبجكت اسمه سي او سيركل او شو بغض النظر شو اسمه، واستدعيت مع الميثود toString اي toString ميثود اللي راح يستدعي toString هذا ولا toString اللي موجود في السوبر كلاس، طبعا راح يستدعي هذا لانه هذا overrides cancels القديم بالنسبه لمين؟ للcircle object للsub class object. اوكي ملاحظه هنا، an instance method can be overridden only if it is accessible thus a private method cannot be overridden. تعرفوا طبعا احنا لما نعرف الميثودز بنضيف modifier accessibility modifier public private او غيرها. إذا كان في عندي ميثود في سوبر كلاس معرف private هذا الميثود ما بقدر أعمل له overriding في السب كلاس، لأنه أصلاً السب كلاس ما بتشوفه الprivate ميثود، بس بكون accessibility له في داخل الكلاس اللي تم تعريفه فيها. طيب إذا كان في عندي ميثود معرف private في سوبر كلاس ورديت عرفت ميثود ثاني بنفس الاسم في السب كلاس، شو بيكون العلاقة بيناتهم؟ هل هاي overriding ولا هاي العلاقة؟ هذا الأمر ليس overriding لأنه أصلاً الميثود الجديد اللي معرف في السب كلاس والميثود القديم الموجود في السوبر كلاس مختلفات عن بعضهم، تشابهن في الأسماء فقط. الملاحظة الثانية في عنا احنا بنعرف إنه في داخل الكلاسز ممكن يكون عندي instance method ممكن يكون static methods. الستاتيك ميثود زيها زي الانستانس ميثودز ممكن وراثتها، ولكن الستاتيك ميثود ما بنقدر نعملها overriding، يعني ما بتقدر تعرف ستاتيك ميثود في كلاس تعمل له overriding في سب كلاس. فاذا عرفنا في سب كلاس ميثود بنفس اسم الميثود اللي موجود في سوبر كلاس كستاتيك ميثود، السوبر كلاس ميثود is hidden يعني بيتم اخفائه، بتم إخفاءه بالنسبة للسب كلاس اوبجكت. طبعا نعرف احنا في عنا overloading و overriding الفرق بيناتهم. الoverloading بيكون لتعريف الميثودز في نفس الكلاس، الoverriding بيكون لتعريف الميثودز في الكلاس هيراركي في السوبر والسب كلاس. فلما نعرف ميثود بنفس الاسم في نفس الكلاس هذا بنسميه overloading، لما نعرف ميثود بنفس الاسم في سب كلاس هو موجود في سوبر كلاس هذا بنسميه overriding. هاي الفروقات بيناتهم نكمل في